وسهلا، مرحبا بكل من يشاهدني الآن في برنامج الكرسي والسطل. إذن في برنامج الكرسي والسطل كالعادة نحاول أن نكتشف ما الذي يخبئه لنا السطل اليوم وشو عنا. أوه، قانون المصالحة الإدارية في تونس. في الأيام الأخيرة مجلس نواب الشعب التونسي تناقش حول هذا القانون الجديد، تناقش حوله النواب وصادقوا عليه، ولكن لنشاهد كيف كانت هذه المصالحة والمحبة وروح المبادرة والتآخي، ونشاهد الأسلوب الراقي في الحوار والنقاش. السيد هذا كان يسعى باش يدمر الدولة، السيد هذا بي 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 سياسة ممنهجة دمر الدولة التونسية، السيد هذا ضد تونس، السيد هذا عمير الخنزيرة ضد تونس، السيد هذا هو وأمثاله. ولكن أهيت نحن توانسة، مانيش جايبتنا فهمتي الواحد. هو قانون المصالحة الإدارية شو عرفوه يعني نواب الشعب؟ إن هذا المشروع، مشروع المصالحة الإدارية، هو جزء من المصالحة الشاملة. وأعصابنا هادئة، وسأخذ كل حقي في الكلمة ولن أتركها. وفي هذا الجو اللي فيه الأحقاد أقول لا أجد كلمات من العلوم السياسية، ولا أجد مفردات من كتب القانون، بل أستنجد بالأدب. هذا المجلس وهو مجلس نواب الشعب يجب أن ينخرط في أجندة الشعب. الشعب ما حاجتوش بقانون المصالحة، توا ما حاجتوش بها قانون المصالحة. الشعب حاجته بشكون يهز له الزبلة من قدام داره، وشكون ينظم له الطرقات متاعه، وشكون ينظم له الإنارة متاعه، وشكون يقدم له خدمات. ولهذا هذا المجلس إن مرر قانون المصالحة هذا اليوم سيخون إرادة الشعب. احشم على رواحكم، الشعب ينظر ليكم، خلوا زملائكم يتكلموا، عملتوا العار، احشموا على رواحكم. يا رب شد مخك. قالوا انه هو عفو على موظفين واداريين قاموا باجراءات غير قانونيه تحت ضغط مسؤولي النظام السابق، ولكن الموظفين هذم لم يتحصلوا على منفعة شخصية. ولكن ما شاهدناه من نقاش وسلوكيات حول المصالحة كان بأسلوب وسلوكيات المصالحة.